سامر. ضرب الجو. الاسم سامر، الجمعية التواصل السلاوي، المقال ديالي الإسلام تلعب، الدفاع الجانب الأيمن، الرومانيات اللاعبين، اسم ديوس، أمنية لاعب. اليوم لعبتوا مع من اش من فريق؟ المكان اللي كيلعب فيه يوسف مدافع، مهاجم، وسط ميدان، وسط. ادم اسم ادم اسم. والفريق اللي كتلعب فيه، الفرقه اللي كتلعب معها؟ تواصل. مزيان. رشيد حنشوب اسم ديالي رشيد حنشوب، كنلعب في فريق التواصل ديال السلاوي، في المقال ديالو اللي كيتواجد في مدينة سالا. اليوم لعبنا مع فريق الوداد البيضاوي اللي هو فريق صعيب وربحناه. مدرسة الوداد، نادي الوداد الرياضي البيضاوي. مزيان. والمكان اللي كتلعب فيه؟ مليوتين. أمنية ديال رشيد حنشوط؟ لاعب كبير. مثلا مع شي فرقة بحال ليفا بحال. إن شاء الله يا رب تبارك الله. غادي ناخذ واحد بواحد. ايت يوسف زكريا. يوسف تسميشي يونس. ايت يوسف تلعب في لوزو، رفقتك التواصل رياضي. واليوم المقابلة ديالكم كانت مع من؟ مع الوداد 13-8. النتيجة كانت لصالح من؟ تواصل. أمنية ديال ايت يوسف يونس مثلا يكون لاعب مع من الفريق اللي كيتمنى يلعب فيه ملي يكبر؟ مع العسكر. الجيش الملكي. واللاعب اللي انت كتحبو تلعب مع شي فريق؟ كبير في فئة الكبرى. فئة الكبرى، فريق اللي كيلعب في شي بطولة، شي لاعب كتبغيه كيلعب مزيان. ماشي يوسف قديوي ديال الجيش الملكي. ها؟ لا شي مشكل.